البنك المركزي وخطته لدعم السياحة. أعلن النهاردة البنك المركزي عن توسيع مبادرته التي أعلنها في 2017 لدعم صناعة السياحة للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع. هذه الخطة تقوم على مجموعة من المحاور، أولها أنه بدل 5 مليارات جنيه هتبقى 50 مليار جنيه من الدعم للسياحة، وذلك للإحلال والتجديد في الفنادق، تجديد مبادرة السياحة لمدة عام آخر، إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل 2011 من الفوائد، وإسقاط 50% من ديون الشركات السياحية المتعثرة. معي على الهاتف السيد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة. أستاذ حسام مساء الخير، كيف؟ مساء الخير. يعني كيف، أهلا بك، كيف تقيم هذه المبادرة؟ وكان في مبادرة قبل كده، ايه المقارنة بين المبادرتين والمبادرة دي بتمثل لكم ايه؟ صراحة مبادرة مهمة جدا جدا، ومبادرة يعني رفع روح معنوية قبل المادية كمان من سيادة الرئيس ومن الأستاذ صالح عبد المحافظ البنك المركزي. القطاع كله طبعا سعيد بالمبادرة. المبادرة زي ما حضرتك قريتي كده هي هتدي دفعة للفنادق انها تعمل تجديدات. حضرتك عارفة من 2011 من الثورة يعني ظروف الفنادق كانت وحشه جدا، ففي فنادق كتيره جدا بقى مستواها قل، ومع عوده السياحه دي طاقه فندقيه عطلانه كلها ما بين فنادق مغلقه وما بين فنادق مستواها وحش. فالمبادره دلوقتي لما اترفعت لهذا الرقم هتتوسع في ان فنادق كتير هتقدر تاخد قروض من البنوك وتجدد الفندق بتاعها بفائده مبسطه. الفايدة كام يا أستاذ حسام؟ يعني المبادرة اللي فاتت كنا بنتكلم في 10% متناقصة، هل هي نفس الفايدة؟ بنتكلم في نفس هي نفس الفايدة، لغاية دلوقتي هي نفس الفايدة. طيب هل دي المشاكل الوحيدة لدى القطاع؟ يعني الحمد لله احنا شايفين 28% زيادة في العائدات وابتدى يبقى في عودة لقطاع السياحة بشكل جيد، هل دي المشكلة الوحيدة؟ قصة ان انا محتاج بالذات المتعثرين والناس اللي محتاجة اموال للإحلال والتجديد، دي المشاكل الوحيدة ولا في مشاكل تانية؟ لا لا طبعا مش مشاكل وحيدة، بس دي من اهمها، لانه طبعا كان احنا عايزين نعلي الجودة، ودلوقتي وقت ان نعلي الجودة، فدي دخلت في ميعاد كويس جدا ان احنا نعلي الجودة. اتمنى، وانا سمعت، انا ما كنتش حاضر اللقاء طبعا، انه الاوتوبيسات السياحية تكون داخلة في هذا الموضوع. هي كانت داخلة في الاولاني بس كان فيها مشكلة في التنفيذ، فاتمنى ان مشكلة التنفيذ تكون اتحلت والاوتوبيسات، لان طبعا الاسطول السياحي برضه محتاج تحديث، لانه برضه من 2011 الناس ما جددتش الاوتوبيسات، فعشان نرتقي بالجودة لازم الاوتوبيسات برضه تتحدث. دي من المشاكل المهمة جدا للقطاع. حجم المديونية لهذا القطاع هل في تقييم لها؟ لا مفيش رقم طبعا، مفيش رقم محدد، بس هي رقم طبعا هيطلع رقم كبير، لان زي ما بقول لحضرتك من 2011 الناس متعثرة. كبير يعني بمئات الملايين ولا بنوصل لمليارات ولا ايه؟ لا لا مليارات طبعا، مليارات هيكون مليارات. فالمبادره دي جايه في مواعيدها صراحه مع عوده السياحه. في بند من بنود المبادره بيتكلم عن اعفاء المتعثرين في قطاع السياحه قبل 2011 من الفوائد واسقاط 50% من ديون الشركات السياحيه المتعثره مع الابقاء على تصنيفها كمتعثر لمده عامين. طيب ما هو اللي بيشتغل ومنضبط وملتزم بسداد القروض واللي داس على نفسه ممكن يقول لك الله واحنا كده بنجامل المتعثر على حساب الملتزم؟ هو في حاجتين، الاولانيه طبعا انه المبادره لما كانت معموله وكان في شركات وفنادق مهمشه فما كانتش بتستفيد من المبادره، لان البنك ما رضاش يسلفهم تاني. فبالتالي ما كانش في تفعيل للمبادره، لان معظم الناس اللي هم متعثرين ما كانوش بياخدوا حاجه من المبادره. فده ادى ان احنا نشيل التهميش على الناس دي عشان البنوك تتعامل معاها تاني وتديها فلوس تبع للمبادره. الجزء الثاني طبعا انه الملتزم ما استفادش، دي حقيقه، واتمنى ان احنا نتدرجها بشيء من الحوافز للملتزم، يعني اللي التزم ودفع وما كانش متعثر لو كان من الممكن ان يكون له خصم معين في السداد القادمه يبقى ده نوع من الحافز للالتزام.
وكمان هو ممكن يقترض من خلال هذه المبادره، ممكن يقترض سواء في التجديدات في الاحلال، اكيد كل الاوتيلات ده بتبقى موجود. محتاجه. ما هو الملتزم الملتزم طبعا هيستمتع بالمبادره، هو كان المشكله في اللي غير ملتزم ما كانش بيستمتع بالمبادره، فالملتزم ده بياخد المبادره وبتجيله من حقه، ولكن لازم يكون في جزء من الحافز لالتزامه يعني. احنا بس عايزين نؤكد ممكن يبقى خصم معين. احنا عايزين نؤكد ان هذا القطاع بيشغل كام يا استاذ حسام؟ كام صناعه يعني؟ 4 مليون عامل، وفي حضرتك 90 صناعه بتتحرك من ورا هذا القطاع بكل اسرهم، بكل كله تصدير. 4 مليون عامل ده رقم مليون. كبير يعني، حتى رقم كبير. الوزيره والقطاع الخاص، واحنا عندنا في الغرفه مع وزير السياحه رافعين شعار في كل منزل مصري مواطن يعمل في السياحه. صحيح. وان صحيح. شاء الله هنوصل لهذا، يعني نقدر نوصل ل 20 مليون عامل لو فضلت السياحه مدعمه من الحكومه واتحركنا على هذا النمو اللي بيحصل دلوقتي، هنوصل ان شاء الله الارقام، نقدر نشغل مصر كلها. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام الشاعر، رئيس غرفه شركات السياحه المصريه، والحديث عن مبادره المركزيه لدعم قطاع السياحه، وكان في مبادره قبلها لدعم القطاع العقاري هنتكلم عنها لاحقا. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل اللواء محمود خلف، ونتحدث عن تركيا وليبيا، وماذا تريد تركيا من المنطقه.